مرحبا، كيفكن اليوم؟ اليوم بدي أعمل وصفة الكبة بالعدس المجروش، العدس الأحمر. وصفتنا كتير سهلة وكتير طيبة. في مع بعض عندي هون كوب ونص من العدس المجروش، عدس الأحمر. هغسلهم وحطهم على النار، اسلقهم لمنه تستوي. يلا برجع لكم. اوكي، سلقت العدس. شوفوا العدس كيف استوى بعد السخن. حط عليه نظفت البرغل بس غسلته شوي يعني بدون نقع. ضيف عليه البرغل. عندي كوب من البرغل وكوبين من العدس. هلا خذي بغطيهم بخليهم يندمجوا مع بعض وبخليهم يبردوا شوي عشان لمني حط المكونات عليهم. اوكي، هلا بدي ابرش البصل. خليني ابرش البصل وبس برجع لكم بعد شوي. هلا هوني بدنا نقلل بصلي. حط زيت الزيتون، شي كوب زيت زيتون. نضيف عليهم شوية زيت زولا لأن أنا بحبش كل لحمة. زيت الزيتون كثير قوي. هلا بنخليهم يتقلوا على نار متوسطة عشان ما يحترقوا معنا. بهذه المرحلة البصلات شفتوا كيف صاروا. بدنا نضيف عليهم ملعقتين هذا دبس الفليفلي. هذي مش حارين كثير يعني وسط. وبنضيف عليهم ملعقة من رب البندورة. ملعقة من رب البندورة. نضيف عليهم ملعقة من البابريكا. هذا من ملعقة كبيرة يعني. نحركهم. هلا بنضيف عليهم ملعقة من الكمون. ملعقة صغيرة بس. ريحتهم كثير حلوة بتجنن. وبخليهم شي 5 دقائق على النار هيك
مع بعضهم، وهلق نرجع. هلق بدي اضيف عليهم ملعقة صغيرة من دبس الرمان، بس شوي صغيرة يعني عشان الطعم. اللي ما بيحب الدرس دبس الرمان ما يحط له، هلق خياري يعني. هذه حشوة مكرونة جاهزة، خليها تبرد شوي عشان نقدر ندعكها. هلق البرغل تشرب كل المية العدس، هيك كيف صار جاهز لندعكه. هلق نضيف عليهم الصوص اللي عملناها مع زيت الزيتون. انا بحب احط لهم شويه كركم، انا بحب الكركم بهذا يعني حسب كل واحد شو بحب. شويه ملح، اوكي رشه فلفل. وهلا هلا بعجنوا منيح، بدو كثير انه ينعجن منيح، بعدهم سخنين هني بس فيني يتحملون يعني. اوكي ضف لهم حامضه وحده، طبعا بدهم عجن كثير يعني منيح منيح، لمن بس تلاقوا العجينة مع بعضها هيك بكون جاهزين. يعني بدكم ضلكم تعجنوا فيها عروف شي 3 دقائق وتشوفوها اذا صارت منيحة عندكم. اوكي هلا بدي اضيف شويه هذا فلفله حره، بس شوي صغيره. هضيف عليهم البقدونس، مفروم ناعم. بدها دعك منيح يعني، هي لازم تندعك منيح منيح، بده الواحد يطول باله ويدعك منيح. اوكي هلا من بعد ما حطيت لها البقدونس ودعكتها منيح منيح، في عندي هون زيت زيتون، وهلا انا زينت صحن مثل هيدا. حطوا ايديكم بزيت الزيتون تعملوها هيك، يعني انتو فيكم تعملوها مثل ما انتو بتحبوا حسب الرغبة يعني. اوكي يعني هلا بدي كفيهم هذي. اوكي هذا هو الصحن، شوفوا شو حلو بجنن. بتحطوه كمان بتزينوه مثل ما انتو بدكم. انا بدي احط عليه شوية بصل اخضر هيك مقطع ناعم، شوفوا ما احلى وكتير طيب. بتندق لهم ملحة، ولا على من هيك
جنة. بتمنى تجربوها. هو اكثر شيء النباتيين يعني، والفيجن اللي ما بياكلوا لحمة ولا جبنة ولا بيض، كثير 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 يعني خفيفة على المعدة. بتمنى تعجبكم، وما تنسوا تروحوا على youtube.com سميحة الرسيبي، وتشتركوا بالقناة تبعولي، وتحطوا لي كومنت فيكم يعني شو انتو اذا حبيتوها، واذا بدها شي يعني مثل حسب انتو شو بتفكروا انه ناقصها شي، بس تجربوها. وبتكبسوا على زر اللايك، وشكرا كثير لمتابعتكم، وبشوفكم بالمرة الجاية، وبتمنى تجربوها. باي باي، الله معكم، نهاركم سعيد.